بعد 7 أشهر من الانتظار والترقب، ازدان فراش بن عمر عبد الرزاق الشاب ذو 26 عاماً ب6 توائم. الأب المحظوظ يعيش أسعد أيامه. الحمد لله، ربي رزقنا بسدراري. أنا مع الأول كنت ما كنتش على بالي بلي اسمها لوسيس، كانت أونتر كاتيزاك. ومن بعدك كي عيطت لي المدام قالت لي هنزيد الصباح، لحقت على 10:30 عيطت كانت قدامها صاحبتها قدامها في لاميم شومبر. إيبا هي اللي قالت لي، عطات لي لا نوفال، قالت لي سي غارسون ماشي يقول لك سما ايطوني مي شغل حاجه سبيسيال تكون تسنى عندهم بعدك تلقاو اسمو. مي الحمد لله، والحمد لله وربي رزقني بطروا فيه يطروا غارسون. نعمه من عند ربي اختي، والله نعمه من عند ربي. الحمد لله، الحمد ربي ونشكره الليل وصباح. الأم البالغة 23 سنة قيل لها في البداية أنها حامل ب4 توائم، تتفاجأ هي الأخرى ولم تستوعب إنجابها ل6 توائم في أول حمل لها. جيتي تري كونتونت، فرحت بزاف. لي بروميي طون كي كانت هوسبيتاليزي افون لاكوشمون اي تو كنت جيتي ان بو انكيت بور سا سانتي. جي اون اونيك في En la période de la grossesse, ça a été un peu difficile. Mais j'étais contente, bien sûr, d'avoir avec le nombre de bébés. Ou bien sûr, la surprise quand le jour de l'accouchement, qu'elle a fait les 6 bébés. Alhamdoulilah, je suis contente. Parce que j'ai eu un bébé. Alors, je suis allée sincèrement. Mais j'étais contente, je l'ai soutenue. D'ailleurs, quand je suis allée, quand je suis allée. الطاقم الطبي بقيادة البروفيسور لبان جميل الذي أشرف على العملية القيصرية بتاريخ 7 ديسمبر الماضي يؤكد أن التوائم في صحة جيدة وكذلك الأم. الموارد الجدود هذوك زادوا هنايا صافي تقريبا شهر، إما هم زيدتهم على الطريق لاسيزاريين دونك عملية جراحية، زادوا قبل 7 شهور دونك سي اون غران بريماتوريتي. الميزان تاعهم ما بين 1000 غرام و 1250. في 6 كانوا دونك 3 ذكوره و 3 بنات. دونك كي زادوا كانوا عندهم مشاكل تاع لا غران بريماتوريتي، ماشي حاجه صعيبه، لا ديتريس ريسبيراتوار، لا ان بو ديبوثيرمي، سي نقص الحراره تاعهم. و ما دارولناش صعوبات يعني منذ الهوسبيتاليزاسيون تاعهم. إيزون في أن ترافاي إينورم ختي، والله إيزون في أن ترافاي إينورم. وكيما يقولوا ربي سبحانه يقول لك اللي دار الخير يلقاه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ختي. هذا واش نقول لك، ويعطيهم الصحة بزاف بزاف. حاجة الأولى كي سوفاو لي مرتي ولادي سي ليسونسيال، هذاك هو الصح ختي. كان من المفروض أن تغادر الأم وأولادها الستة المستشفى، لكن ظروف عيش العائلة لم تسمح بذلك، فالزوجان يقيمان في شقة ذات 3 غرف رفقة العائلة الكبيرة، ما لا يسمح باستقبال 6 رضع يحتاجون إلى رعاية خاصة. خرجوا من الخطر تاع لا بريماتوريتي، سي ان بروبليم درك، مشكل تاع ليلفاج، كيفاش البيبي هادو يتربوا في الدار. دونك باش راهم يخرجوا ان شاء الله كي يكون عندهم الظروف، باسكو ماشي سهله سورتو مع البرد هذا درك، كي يكون عندهم الظروف باش يقدروا يخرجوا. رجل رزق ب6 أطفال توائم مرة واحدة، الله يبارك، إن شاء الله ربي يحفظهم على طاعته ويكونوا من الصالحين. وهذه فيها حكمة يا إخواني الكرام. هذا مسكين همزة عنده 6، هذا غيب لي كوش برك ما يلحقهمش، صح ولا لا؟ كي تحسن شوية الحالة تاعهم نخرجوهم، ماذا بينا نخرجوهم باش ما خاطرش هذا مستشفى، ما لازمش ثاني المريض يقعد بزاف على بالك اللي في المستشفى كاين جراثيم. ودونك ماذا بينا دونك لو بلو تو بوسيبل يقدروا يدخلوا لدارهم، ونتمنى في دارهم ان شاء الله يكون عندهم معاونه من طرف لي بوفوار بوبليك. هذا 6 انفون على ضربه ماشي حاجه سهله، صعيبة للأم، صعيبة للأب، صعيبة للعائلة، وصعيبة تاني للمجتمع. لازم يكونوا هادو ماشي ما يكونوش يتربوا مراد. الأب والأم يحتاجان وبصورة مستعجلة لمساعدة مالية
اجتماعية وحتى نفسية. وي نتقلق بيان سور كي سورتو كي يبداو يبكيو كامل، مي واش راح ندير؟ نبدا بشويه بالواحد حتى يسكتو. بارفوا تسكتي واحد انتي تقولي خلاص سي بون يدهنيت، يعاود واحد اخر. لا في بور او ديبي تو قلتها سي با ان بروبليم، اوني لا اون سونتريد، نتعاونو معاك و اني نسين بنهاد والف باسكو سي ان بو ديفيسيل كوم سي دي جومو اي تو شويه ديفيسيل، ما ان شاء الله افيك لو طون نقدر نوالف. الأب عبد الرزاق رغم سعادته بأطفاله إلا أن سعادته هذه لم تكتمل، فالتكفل بستة توائم يتطلب الكثير من الإرادة، لكن هذا غير كاف خاصة للأم الشابة وكذلك لضيق المكان وغلاء المعيشة. دركا بور لانستون ختي أنا مع الأول كنت لي طاتع أولادي ومرتي هما صح هكذا، دوك الحمد لله كي مرتي سلكت ودراري لا سونتي تاعهم راهم بيان راهم يكبروا، انا دركا كيما نقولوا لي بروسيدور الاولين درتهم، انا جامري بيان ونستر ولادي ومرتي ونعيش معيشه مهنيه. هذا واش انسان يدوموندي من هاد الدوله؟ هذا واش ندوموندي باش انسان يستر ولادو ومرتو ونعيشوا معيشه مهنيه، وهادو كيما ولادي ثاني ولاد كاع الجزائر اختي. جو سوتري بيان سور parce qu'avec six gosses, même avec les grands-parents, enfin la belle, les beaux-parents et tout ça, mais c'est avec six gosses, c'est impossible, impossible. Il faut qu'elle ait son chez-soi qui m'est collé. Voilà. Ben je peux les élever, ben je peux les nous aider nous bien sûr, nous pouvons ben je peux les élever et tout ça. Laisse-moi un toit. دون لي ميديا لازم لها انتوا. ونشكر كاع الناس الغايه تانيك اللي عاونوني، اللي ما قدرش يعاوني يدعي لي يعطيهم الصحه يدعاولي، وجلو ميرسي بزاف بزاف ولاد حومتي تانيك والناس كاع اللي يعرفوني، وتانيك البلاصه اللي نخدم فيها، وعندي تانيك بزاف بزاف صديق تاعي وهذاك خويا رفيق بيبو. ماذا لو ان هؤلاء التوائم السته ولدوا في بلد أوروبي؟ أكيد الكل سيهب لمساعدة العائلة والتكفل بهم تكفلاً تاماً. أصعب هذا في مجتمعنا؟ أصعب هذا على دولتنا؟ أصعب هذا في ديننا؟